السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أيها الأطفال الشطار؟ ما هي أخباركم؟ اليوم لدينا درس جديد. هزلك تشالوس مالارين نشاطات تجهيزي. باليوت كيمدر، باليوت هو مهرج، كيمدر من هو؟ كان دي سيني سيردان ليري جولدران في ايلاندران يوزو اشري في كوميك بيشمدا بويالي ويونجو. كانديسيني سيردان الذين يشاهدونه، جولدران يضحكهم في ايلاندران ويسليهم، يوزو اشر في كوميك بيشيم ده يعني وجهه كبير و يعني بشكل مضحك، بويا الملون وينجو اللاعب الملون. ده هاونجي قبل الان باليوتا جوستريسي از لدين اسم نيلار gördünüz. Daha önce قبل الآن باليوت باليوتو gösterisi عرض مهرج izlediniz mi? هل شاهدتم عرض مهرج؟ neler gördünüz? ماذا رأيتم؟ garip kıyafetler gördüm. Ben aslında hiç özlemedim ben ama aslında ama gene de bir sefer onu uzaktan gördüm. Güzeldi bence. Yani adam farklı kıyafetler giymiş, bizi eğlendirmeye çalıştı. Üçüncü balyaço insanları güldürmek için neler yapar? Balyaço el muharric insanları nas güldürmek için min ecdet hakum neler yapar? Mada yapar? Garip kıyafetler giyer. Yelbis elbise garibe. Düşer, yeskot, ıslanır, yetebellel, şaşırır, yetefecek burunuyla oynar, yelab bi anfihi, elindeki eşyaları düşürür, elindeki fi yedi eşyaları, eşya düşürür, yusqit el eşya elleti fi yedihi, bir insanın girmeyeceği yerlere girmeye çalışır, bir insanın insan girmeyeceği, la yurid yedhul, ou la yedhul, yerlere, el amakin girmeye çalışır, yuhavil an yedhul, yedhul amakin, fil adi insan la yedhulaha, taklit yapar, yukallid. Vurgu toplama ve telaffuza dikkat ederek şiiri sesli okuyalım. Abiyukun entebu ile yani malafızı şiiri ve bil izafi ile allafız. Balyaço el muharric. Balyaço balyaço sevgi dolu yoreyim. Abiyukun muharrici muharric. Sevgi dolu yani meli bil hub yoreyim kalbi. Haydi gelin, الآن تعالوا دوستلار أيها الأصدقاء، سيزي بير يولدريم، فلأضحككم، أستم باشم يامالي، أستم يعني الألبسة التي أرتديها، باشم ورأسي يامالي يعني غير مكتمل، يوزم جزم بويالي، يوزم وجهي جزم أعيني بويالي ملونات، قرمزي طاقمة برونوم. Kırmızı ahmar takma yani mürekkep burunum enfi güldürmeyi sevdalı güldürmeyi lil ithak sevdalı yani bihib ithak yurid an ithak yani hep gülsün yüzleriniz hep ala tul au bir şekil daim gülsün yathak yüzleriniz fel yathak vücukum bir şekil daim ışılsın gözleriniz ışılsın fel yani tudu ayunukum gözleriniz yani kemen tışarı bil farha مطلولك لا دولسون دولسون فلتمتلئ مطلولك بالسعادة منيك يوريك لرينيز قلوبكم الصغيرة تيكين ازير تام اسم الكاتب يلي كتب هاي القصيدة برينجي اتكنلك التمرين الاول باليوتش بالياتشو كلمة سيسانة نيلار تشارشتريور هايدي كتولارين اتشينا يازون ياز باليتشو المهرج كلمة كلمة المهرج سنة لك نيلار تشارشتيرينور ماذا تذكرك هايدي يلا كتولارين المربعات اتشينيز اكتب في داخل المربعات ايلانجي تسليك قرمز برون انف احمر رينكلي البسة البسة ثياب ملونة بيوك اياكاب بيوك كبير اياكاب يعني احذية كبيرة كينجي اتكلك التمرين الثاني كلمة لا لا أنلم لرني إيش ليشتريلم كلمة لا ريت كلمات مع معانيهم وصلوهم في البداية ما ممزقة يوريك
قلب الشماك، الشماك يعني الضوء. الشكلان معك التضوئي، أيضا لماك وأيضا تضوئي. الشكلات معك يعني مرور ضوء الشماك. بعدين عندي عن قلب اليوريك ديليك، ديليك وبيرت ويقوم بيرباتيلا ونارما كباتما. أبي أخلي لكم يعني في فتحة أو ممزق بش يعني ويقوم بيرباتيلا يعني بقطعة قماش مناسبة ونارما، قاموا بتخيطها كباتما وأغلقوا هذه يعني يعني فتحة، يعني قصدهم هني الترقيع، يعني برنجيما هو الترقيع. أوراندينيز كلمة لري وني أهلا نشوف أوراندينيز كلمة لري سوزلوك دفتري مزايا أوكي إكليالم أوراندينيز التي تعلمناها كلمة لري كلمات التي تعلم دو سوزلوك دفتري مزايا لدفتر القاموس إكليالم، فنضيفها على دفتر قاموسنا. وتنجو اتكلك التمرين الثالث إيش سيس لي يعني صوت متشابه كلمة لري كلمات إكي فاكلة بمعانيهم مختلفة، أنلام لري معانيهم مختلفة جملة دا كلنا فنستخدم في الجملة. يوز ماتماتيك صنع وندان، يوز ألدم ماتماتيك الرياضيات صنع وندان من فحص الرياضيات، يوز ألدم أخذت 100 دينيز دا يوز مي تشوك سيفيريم دينيز دا في البحر، يوز مي السباحة تشوك سيفيريم أحب السباحة في البحر كثيرا. أوها بعدان سورا بيردان يوزو دوستوب، أوها بعدان سورا بعد ذلك الخبر، بيردان فجأة يوزو دوستو يعني تغير وجهه. جول وردي أنمي جول هدية اتم، أنمي لأمي جول وردي هدية اتم هديتها. جولكتان قرني تشاطلدي، جولكتان يعني من الضحك قرني تشاطلدي يعني انفجرت معدته، يعني قصدهم ضحك كثيرا. دوردنجي اتكلك تمرين الرابع أشادك ديزيلاردا في الأسفل الكلمات التي في يعني أسطر الشعر اللي في الأسفل. قلب قلب أركض على صديق قال الأحمر كتك صغير كلمة لرنن الكلمات إيش أنهم لرنن معانيهم بلوب أوجد معانيهم ألتوني تشيزيلم ونضع يعني يعني خط تحتهم. سيبجي دولو يوريم سيبجي يعني محب، دولو مليء بالحب، يوريم قلب مليء بالحب. قلب هايدي جالين دوستلار هايدي الآن تعالوا أيها الأصدقاء أركضاش. قرمزي تاكما برونوم قرمزي أحمر تاكما الموضوع برونوم أنفي أو هو الأحمر. مينيك صغير يوريك ليريمز قلبنا الصغير أوباك صغير أو كتشوكو فلنقل هنا كتشوك الكلمة المفقودة كتشوك. بشنجي اتكلك الرسم التمرين الخامس بالياتشو ريسيميندا في صورة المهرج اوكلارلا بال يعني بالاسهم جوستر لام بلوملارين يعني الاقسام المظهرة بالاسهم بلوملارين شيرين هانجي ديزيلارين جوستر ديني يظلم شيرين هانجي ديزيلارين في الشعر أي أسطر الشعري جوستارديني يظلم أظهرت بها. فلنكتب يزوم جزوم بيلا يزوم وجه جزوم وأعين بيلا ملونة هي هون أظهر على العين. أستم بشمي يملا يعني أستم بشمي يملا يعني الثياب التي فوقه هي غير مكتملة يعني قصدهم مرقعة. كرمز طاقمة برونوم كرمز طاقمة يعني أنفه هو عبارة عن يعني هو أحمر و مركب تركيب. التمرين الذي بعده أعطني جئت كنك التمرين السادس هايدي شيرين كونو سنو في أنا ديغو سنو يظلم. هايدي الآن شيرين كونو سو موضوع الشعر في أنا ديغو سو مشاعره الأساسي يظلم فلنكتبها. شيرين كونو سو موضوع الشعر بالياتشو هو المهرج. شيرين أنا ديغو سو شيرين هو الشعر أنا ديغو سو مشاعره الأساسي بالياتولارن حياتي حياة المهرجين. يدينجي اتكنليك تمرين السابع أشادكي في الأسفل نقطة ليارليري الأماكن المنقطة
وكدون الشيريغوري حسب الشعر التي قرأتهمها تمام ليالي فنكملها. شيرين أضي اسم الشعر بالياتو. شيرين شاعري يعني شاعر الشعري اللي كتبه يعني تيكين أوزارتام سان أن بياندين بولومو شيرين أن بياندين بولوم بياندين بولومو شعر الشعر أن بياندين التي أعجبت أكثر بها القسم بولومو قسم سون بولومو بياندين سون الأخيرة بولومو القسم بياندين أعجبت بها تشونكو بيزلاري مثلو إتميك إتشين لأنه من أجل إسعادنا بتلارين نحن مثل إتمك إتشين إسعادنا نلار يعطون ماذا فعل سويلة مش قال لأنه من أجل إسعادنا ماذا فعل قال باليتو gördüğünüz de neler hissediyorsunuz balyaçoları komik buluyor musunuz ندان أقول عندما باليتو المهرج يقول دونزدا عندما ترون المهرج نيلار هيستيورسنوز ماذا تشعرون باليتو لاري المهرجين كوميك بوليون مسنوز هل تريهم مضحكون ندان هل تجدهم مضحكون ندان لماذا باليتو gördüğümde ده mutlu oluyorum zaten çünkü burada zaten insanlar çok güleceğini biliyorum. Aslında ben onu çok fazla komik bulmuyorum da ama diğer insanlar güldüğü için ben de mutlu oluyorum. 8. etkinlik التمرين الثامن aşağıdaki fil esfel balyaçoların el muharricin benzerlik ve farklarını yazalım. Benzerlik et teşabuh farklarını el ihtilaf yazalım. Fenektub. Huna benzerlikleri teşabuhun kırmızı burunları unufuhum ahmar büyük ayakkabıları أحذيتهم كبيرة فرق لري شبكة لري يعني قبعاتهم قيافة لري ثيابهم دوكوزونجي إتكلك التمرين التاسع أشادك في الأسفل كلمة لري الكلمات في الأسفل كلها نستخدموها أنلم لري أنلم لري بكرال بشكل ذو معنى وذات قواعد جملة لار الجمل ذات قواعد ومعاني أولوسترين فلنكون Balyaço'nun hareketleri hepimiz güldürdü. Balyaço'nun muharrec hareketleri, harekatı hepimizi güldürdü. Adhaketna cemiyan. Taban, huna el fa'l vada'nahu ahir şey. Balyaço'u el fa'il, hareketleri hepimizi, yani huna rettebna el mef'ul bihi. Dün akşam, fil mesa annemle ma ummi birlikte, ma ummi tiyatroya gittik, zehebna ila el mesrah. في البداية وضعنا الزمن وبعد ذلك وضعنا الفاعل ووضعنا المفعول به وفي النهاية وضعنا الفعل وجددك في الطريق ماركتين يعني الماركت أو الدكان açılışında في فتاحته أو استفتاحه balyaçolar vardı كان يوجد مهرجين هنا أيضا 10. etkinlik التمرين العاشر arkadaşlar biz de balyaço konulu bir şiir yazalım balyaço konulu yani موضوعه موضوع شعرنا خلي يكون المهرج شعري يزالم ne dersiniz ماذا تقولون yazdığımız şiiri الشعر الذي كتبناه ile ilgili bir resim yapalım فنكتب يعني فنرسم يعني رسمة لها علاقة بهذا الشعر ديزيلرين يعني الأبيات الشعرية إلك هارفلرين حروفها الأولى بيوك يا عظمي ونطمي ما ننسى نكتبها يعني بحرف كبير سورة دا وبعد ذلك بالياتشو تقليدي يبب أيلانلم وبعد ذلك قوموا بتقليد المهرج وتسلوا بالياتشو المهرج هزوم بعض قلوم جيلرين قلقسين دا يعني هو مصدر سعادة في الحزن جوك كشانن يدي رينجيني بوياند يزوم سوست يزوم هنا يقول بأنه بألوانه السبعة ألوان طيف السبعة بألوانه يعني لون نفسه وأضحك يعني يعني ضحكنا هو هاب سوستم على طول ضحك سكت يوزم دكي جلالي ماسكينين أرضنا
يعني انا ضحكت على طول، انا سكتت على طول خلف هذا يعني القناع اللي انا عامله على وشي. غير ما دي هيش كمسي لم يره اي شخص كنشتوم زمان، لار عندما اتحدث سوستوم عندما سكتت ونتمش gördüğüm zamanlar ve nesitu بعض الازمنه اوندوم بالمدلار، يعني وسكتت ونسيت، ولكن هيش كم يعني ما حدا لم يعرف اي احد. وبذلك يكون انتهى الدرس. لا هون ايضا برنجي اتكنيك تمرين 11 اشغلك في الاسفل اعطى سوزلاري التعابير التي في الاسفل او المقولات الاساري سطر تشيز جيلرينا في الاسطر التي في الاسفل اوزان لي بالشكل ده بشكل مهتم يا ظلم فلنكتبها سورة دا، وبعد ذلك صيف مزن اكنار لريسوس ليرون، بعد ذلك فل نزين يعني اطراف الصفحة اج كان دويمام سوسايان كان مام سانر اج كان دويمام يعني الجائع لا يشبع سوسايان الساكت كان مام سانر يعني ما بظنه انه هو يعني الساكت ما بظن انه عنده وجع ساكلا صامنا جالير زمانا يعني اسكت خبي حزنك يأتي وقته دام ليا دام ليا يقول أولور يعني نقطع الدمعة نقطع الدمعة يصبح بحيرة حزرة دالار ديانماز هزرة دالار ديانماز يعني الجبال الجاهزة لا تتحمل يعني كومشو كومشونون كلنا محتاجتر يعني الجار محتاج للجار هيك معنى المعقولة. جلجيك درس في الدرس القادم جلجيك درس هزر لك تجهيزات للدرس القادم صنفتا في الصف سونمك أزيري من أجل عرض موزيلارلا بالمتاحف الجليبير أرشتر ما يبلم فلنفعل بحوثات حول عرض في الدرس القادم. كتاب الكتاب أنا سكولوبي ديكي جنال آفي درجي جيبيت كايناكلاردان يرار لنا بلرسنز بالتلسكوب يعني حول التلسكوب أو من خلال الكتب أو جنال أو من الإنترنت درجي مثل الصحف كايناكلاردان من هذه المصادر يرار لنا بلرسنز بستطاعتكم أن تستفيدوا منهم. هيك بيكون انتهى الدرس. بتمنى ترجعوا انتوا كمان تحلوا الأسئلة مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.